اللي هو هيبقى شابتر الليكويد. انا بدات اسجل اهو. هنعمل بس هعمل ميوت لكله علشان ما نفضلش مش هو كده ميوت اول، ونبدا بقى ايه نشتغل، نعمل شير للصفحه وربنا معانا. كده ظهر عندك الشاشه؟ اه تمام شغال. النهارده هنتكلم في شابتر جديد مختلف تماما عن الغازات. شابتر الغازات ده كان شابتر مهم جدا، بنتكلم فيه زي ما عرفنا عن تفاصيل كتير، انما انا هتكلم دلوقتي على الحاله الثانيه من حالات الماده اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها الليكويد. وزي ما اتفقنا الفرق بين الجاز والليكويد هو وجود الاتراكشن فورس. في حاله الغاز مفيش اتراكشن فورس او تكاد تكون ضعيفه بتوين الجزيئات او الموليكيولز وبعضها. في حاله الليكويد الاتراكشن فورس بتبقى اقوى شويه، بالتالي هيبقى عندي خواص كتير يختلف فيها الليكويد عن الغاز، ده اللي احنا هنبدا نتكلم عنه دلوقتي. تمام؟ يبقى انا النهارده هتكلم عن الحاله الثانيه من حالات الماده اللي هي عباره عن الليكويد ستيت. مفيش حاجه ظاهره. نعم. مفيش حاجه ظاهره عليه عندنا. مش انا سالتكم قلتوا لي ظاهر؟ لا هو شغال. ظاهر 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 عندي يا دكتور. ماشي. يبقى الحالة الثانية دي اللي هي عبارة عن الليكويد ستيت. وعشان ابدا ادرس الليكويد يبقى انا عندي شوية حاجات لازم اتكلم فيها. الليكويد مثلا ما بيعملش عملية كومبريشن، ما بيعملش ووك. تمام؟ انما الليكويد ممكن يعمل ايه؟ قال لي ممكن يعمل اور، او الاسم الثاني بتاعها ايه؟ فابورايزيشن. يعني ايه ايفابوريشن ويعني ايه فابورايزيشن؟ كلمه ايفابوريشن او فابورايزيشن هي عمليه التبخير، او اللي انا احول من ايه لايه؟ من الليكويد ستيت الحاله السائله الى الحاله الايه؟ الى الفابور ستيت الغاز. يعني انا لما اجي اسخن ميه، ما انا بحولها من ميه كسائل الى فيبر. العمليه اسمها عمليه ايه؟ ايفابوريشن، بقول الميه اتبخرت. او العمليه اسمها ايه؟ فابورايزيشن، الميه اتبخرت معايا. يبقى الليكويد من اول خواص من الحاجات اللي يقدر يعملها معايا ان الليكويد يقدر يعمل عمليه اسمها ايفابوريشن او فابورايزيشن. وعشان الليكويد يعمل ايفابوريشن او فابورايزيشن يبقى انا محتاج اديله ايه؟ اكيد حراره. انا ممكن يعمل من غير حراره بس هياخد وقت، انما الليكويد يعمل ايه؟ عشان اسرع عمليه التسخين او التبخير محتاج اللي انا اعمل عمليه ايه؟ تسخين معايا واديله ايه؟ حراره. هذه الحراره مهمه جدا عندي، لها مسمى ولها تعريف ولها شكل لازم نتكلم فيه. بس قبل ما ابدا اتكلم في الشابتر ده محتاج بس نفكر كده مضمون الشابتر ايه؟ هو ايه الفرق بين عمليه ايفابوريشن التبخير وعمليه البويلنج الغليان؟ انا بسمع المصطلح ده، مصطلح اسمه بويلنج غليان، ومصطلح تاني اسمه ايفابوريشن. تقدر تقول لي مين بيحصل الاول، البويلنج ولا الايفابوريشن؟ وليه؟ الايفابوريشن. الايفابوريشن الغليان بيحصل الاول. طيب الايفابوريشن يا دكتور. حلو. الايفابوريشن بيحصل عن قد ايه؟ بص انا سالت سؤال ممكن تتردوا، احنا عاملين نتكلم اهو مع بعض، ده المطلوب مننا. الناس اللي موافقه ان البويلنج بيحصل الاول، طب ليه البويلنج بيحصل الاول؟ هات لي كده ايفيدنس لكده. ان المايه بتغلي الاول بعد كده تبدا تتبخر لما الغليان يزيد. هو الاثنين بيحصلوا مع بعض. دكتور وحضرتك قلت البويلنج الحراره، البويلنج دي الماكسيمم ايفابوريتنج بوينت، يعني بيحصل ايفابوريشن الاول بعد كده البوينت دي الماكسيمم. طيب لو السائل اتبخر مش هيمسك. حضرتك قلت ان ممكن السائل ممكن يعمل تبخير من غير اصلا درجه حراره، فاعتقد ان التبخر هو هيبدا الاول. حلو. طيب ناخد مثال. بص يا جماعه دايما انا بحب ان انت تربط الكيمياء اللي انت بتدرسها بالواقع، وهاخد معاك مثال صغير جدا. لو انا حبيت اعمل كوبايه شاي انا بعمل ايه؟ بجيب الميه بحطها على النار، صح؟ تبدا الميه يحصل لها ايه؟ يبدا كده يطلع شويه بخار، انما الميه غليت حصلها غليان؟ لا، بيبدا بمرور الوقت
الغليان البخار يكتر لكن حصل غليان؟ لا. بمرور الوقت الغليان البخار يكتر لكن حصل غليان؟ لا. يبقى اذا الايفابوريشن بيحصل عند اي درجه حراره، اي تمبريتشر. انت ما تجيب غسيل بتنشره، انت ما بتحطش حراره اهو، بيحصل له ايه؟ بينشف. ليه؟ لان الميه اللي في الغسيل ده حصل له ايه؟ اتبخرت. يعني اتبخرت يعني اتحولت من الليكويد الى فيبر. انا بسرعه بالحراره، انما هو بيحصل من غير حراره. تمام؟ يبقى اذا الايفابوريشن والبويلنج الاثنين واحد، بس الايفابوريشن عمليه التحول من الليكويد الى الفيبر بدون اي شروط، ما عنديش شروط ليها. انما البويلنج لا، البويلنج لازم يكون ليها شروط وشروط معينه، ولازم زي ما زميلنا قال لازم اوصل لدرجه حراره معينه، وهذه الدرجه تسمى ايه؟ البويلنج بوينت، او درجه الايه؟ الغليان. يبقى احنا كده عايزين نعرف امتى بيحصل الغليان وامتى بيحصل ايفابوريشن ومين بيحصل الاول. وطبعا الجواب كده تم ان اللي بيحصل الاول هو مين؟ هو الايفابوريشن، بيحصل بعد كده بينتهي بايه؟ بعمليه البويلنج. خلاص؟ كل الكلام ده هناخده بالتفصيل، انا بس حبيت افهمك احنا هندرس ايه؟ عشان النهارده مفيش مسائل كتير، انما الاساس الشابتر ده كلام نظري، فلازم افهم النظري عشان اعرف ايه؟ اجاوب اي حاجه ثانيه معايا. يبقى انا دلوقتي هتكلم على عمليه اسمها ايفابوريشن او فابورايزيشن، وهي عمليه التحول من الليكويد الى الفيبر. وعشان احول من ليكويد لفيبر انا محتاج حراره، وهذه الحراره لقيناها هي قيمه مميزه للماده. يعني الحراره دي حاجه كاركترستكس للماده بتاعتي. بسميها ايه؟ قال لي بسميها باللاتنت هيت اوف ايفابوريشن. يبقى انا عندي تعريف مهم جدا دلوقتي، الجزء ده كله تعريفات. اول تعريف معايا حاجه اسمها اللاتنت هيت اوف ايفابوريشن. لو انا قلتها لك يعني ايه بالعربي هتفهم تقول فيها ايه. ما هي اللاتنت هيت اوف ايفابوريشن؟ العربي اسمها الحراره الكامنه للتبخير. الحراره الكامنه للتبخير. يبقى انا عندي حاجه اسمها اللاتنت هيت اوف ايفابوريشن. بالعربي اسمها ايه؟ الليتنت هي الحراره الكامنه للتبخير. الكلام ده ظهر قدامكم ولا لسه؟ ظهر يا دكتور. ظهر يا دكتور. ويبقى عايز اسمع منك كده، ما هي الحراره الكامنه للتبخير؟ ما هي الليتنت هيت اوف ايفابوريشن؟ قال لي هي الاماونت اوف هيت ريكوايرد تو ايه؟ تو ايفابوريت الليكويد. انا الحراره اللي انا عايزها عشان اعمل عمليه ايه؟ ايفابوريت لي الليكويد بتاعي. قال لي لا الكلام ده غلط. تقدر تقول لي ايه الغلط فيه؟ ايه الغلط في اللي انا قلته؟ ممكن تقول تاني. الحراره الكامله للتبخير هي كميه الحراره او amount of heat required to evaporate the liquid. الكلام ده غلط. ايه الغلط فيه؟ ان هو ما حددتش كميه الليكويد دوت. صح، لان انا لو جبت كوبايه ميه صغيره اكيد هحتاج كميه انرجي قليله غير اما اجي اجيب كونتينر فيه ميه كبيره. تمام؟ يبقى اذا انا لازم احدد كميه الليكويد اللي معايا، وعشان احدد كميه الليكويد اللي معايا وتبقى ثابته فقال لي خلاص هنثبتها كانها معايا 1 مول. يبقى دايما طالما قلت لاتنت هيت اللي هي رمزها ال، يبقى مقصود بيها ايه؟ هي كميه الحراره اللازمه لعمليه ايفابوريشن لكام؟ ل 1 مول من الليكويد. يبقى اكتب التعريف معاك اهو. It's the amount of heat. It's the amount of heat. مالها؟ required وان مول. لازم كلمة وان مول دي من الليكويد. يبقى كمية الحرارة اللي أنا محتاجها عشان أعمل عملية تبخير لمول من الليكويد، هذه العملية تسمى إيه؟ أو هذه الحرارة تسمى إيه؟ الليتنت هيت أوف إيفابوريشن، وهي عملية أو هي قيمة مميزة للمادة. يعني كل ليكويد ليه الليتنت هيت بتاعته اللي بتختلف من ليكويد ليكويد تاني، بالتالي بيأثر في خواص الليكويد. طيب
انا دلوقتي بدرس الليكويد، وبدل بدرس الليكويد، الليكويد يقدر يعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي يقدر يعملهم؟ ان يقدر الميه هنا، انا اقدر اعمل ايه في الميه؟ انا اقدر احول الميه الى فيبر او جاز، او ان احول الميه الى سوليد اقدر اجمدها واخليها ايس، صح؟ طب لو انا بادي بالليكويد ده عشان احول الميه من ليكويد لفيبر، يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ادي ارفع التمبريتشر، يعني ادي هيت. طب عشان احول من ليكويد لايس محتاج اسحب هيت، اهيت ولا لا اسحب إيه؟ قال لي يعني قال لي ما دام بقى ممكن الاثنين عكس بعض، يبقى لازم افرق بينهم بايه؟ بالاشارات. يبقى ال ال دي او الليتنت هيت دي ممكن انا اديها للسيستم تبقى بقيمه، وممكن اخدها من السيستم عشان احوله مثلا من ليكويد لسوليد تبقى باشاره ثانيه. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني بالتالي ال ال دي ممكن تبقى اللي هي الليتنت هيت ممكن تبقى بالبوزيتيف او ممكن تبقى بالنيجاتيف، حسب انا بدي هيت او بسحب هيت. امتى ال تبقى بالبوزيتيف؟ قال لي وتبقى ال ال بالبوزيتيف لو الهيت ابسوربت باي سيستم، او السيستم ابسوربس هيت. ودي كلمه مهمه جدا لازم نتعامل عليها بقى. يعني ايه كلمه ابسورب؟ يعني يمتص، يعني يمتص، يعني عمال يكتسب، صح؟ عمال يكتسب، وبدام يكتسب يبقى درجه حرارته ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ يعني عمال يكتسب يعني درجه حرارته عماله ايه؟ تعلى. يبقى لو اي سيستم اما الحراره ادت الى انه بيكتسبها، السيستم ده اكتسب حراره فالحراره بتاعته عاليه، يبقى ال في هذه الحاله تبقى بالبوزيتيف. انما لو حولت من ليكويد لايس درجه الحراره عماله تقل عكس الاتجاه اهو، يبقى ال اللي هنا هيبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى امتى ال بالنيجاتيف؟ قال لما السيستم اسمها ايه بقى؟ ايفولفز هيت. يعني ايه ايفولفز هيت؟ يعني يطرد حراره، يفقد حراره. يبقى انا عندي مصطلحين مهمين جدا، حاجه اسمها ابسورب وحاجه ثانيه اسمها ايه؟ ايفولف. تمام؟ ويبقى اذا لما اجي اقول لك مثلا، ويبقى العمليه بتاعه التحول من ليكويد لفيبر قلنا اسمها ايفابوريشن. طب التحول من ليكويد لسوليد اسمها ايه؟ اسمها فريزنج، تجمد. يبقى لما اجي اقول لك ما هي الليتنت هيت اوف فريزنج تقول لي ايه؟ هو التحول من ليكويد لسوليد. لا ما قلتلكش بتاع العمليه اسمها ايه، انا قلت لك ما هو تعريف اللي تنتهي ايفولفز هيت. غلط. طب عشان طبعا انتوا بتتكلموا مع بعض، تبدا عمليه الفريزنج هي ما لهاش لازمه انتهي. طيب نتفق بقى، انا هقولها لك انا مره واحده. ويبقى ما اقول لك ما هو latent heat of freezing، احنا اتفقنا على كذا مبدا. اول مبدا ان كلمه latent heat لازم تبقى بير 1 مول، دي حاجه اساسيه متفقين عليها اهو. كلمه latent heat مرتبطه عندي بكلمه ايه؟ 1 مول. طيب latent heat of freezing، والفريزنج دي يعني ايه؟ يعني بحول من ليكويد لسوليد، وعشان احول من ليكويد لسوليد انا بعمل عمليه ايه؟ ايفولف للهيت. عشان احول من ليكويد لسوليد انا بعمل عمليه ايه؟ ايفولف للهيت. يبقى ما هي الليتنت هيت اوف فريزنج؟ هي الاماونت اوف هيت. ينفع اقول ريكوايرد؟ هل انا محتاج الهيت دي ولا عايز افقدها؟ لا لا ايفولفز. يبقى لو قلت لي ريكوايرد يبقى غلط، انا مش محتاج هيت، انما انا محتاج ايه؟ محتاج افقد هيت. يبقى ما هي الليتنت هيت اوف فريزنج؟ هي الاماونت اوف هيت ايفولفد فور ذا فريزنج اوف وان مول اوف الليكويد. هكتبها لك برضه عشان ما انتهش اهي. يبقى عندي تعريف اسمه
of freezing. ما هو تعريف اللاتيني of freezing? It's the amount of heat. مالها بقى؟ amount of heat مالها؟ evolved. ما تقوليش بقى required. أنا مش محتاج. amount of heat evolved for freezing of one mole of liquid. دي كان مصطلح مهم جدا كنا محتاجين نتكلم فيه قبل ما ابدا اكمل. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا عندي حاجه اسمها ايفابوريشن، عندي حاجه اسمها فابورايزيشن، عندي حاجه اسمها فريزنج، تمام؟ وعرفت مصطلح مهم جدا اسمه latent heat of، وماليش بقى دعوه. بس اهم حاجه بص، انا محتاج انرجي ولا بفقد انرجي عشان ابدا اتكلم فيه. طيب احنا هنتكلم على عمليه الايفابوريشن. دكتور عايز حضرتك، نعم، ايه الفرق بين الايفابورايزيشن والفابورايزيشن؟ يعني الاثنين واحد، هي مسميات بس. الايفابوريشن هو الفابورايزيشن، الاثنين واحد. تمام، شكرا. طيب بالعفو، دلوقتي انا عايز اعمل عمليه ايفابوريشن. هل كل الليكويدز موليكيولز عندها نفس القدره ان يحصل لها عمليه ايفابوريشن؟ يعني ايه؟ قال لي يعني لو عندي كونتينر بهذا الشكل اهو، وادي الليكويد موليكيولز متوزعه طبعا خلال المستويات المختلفه ليه، هل كل الموليكيولز دي كلها عندها نفس القدره ليحصل لها عمليه ايفابوريشن؟ لا. اللي بيحصل له ايفابوريشن مين اللي بيحصل له ايفابوريشن؟ لا، يعني ممكن يكون في الكونتينر زيت او ميه. الزيت ده لا لا لا، انا بتكلم ليكويد واحد، يعني حاجه واحده. خلي بالك ان انت ده كلام حلو قوي اللي انت قلته، خلينا اقول لك الكلمتين اللي عندي. بس انا خلاص اتعودت ان انا اشتغل زي راديو كده او ريكوردر شغال كده، فما حد يوقفني في النص تلاقيني ايه الشريط بيسف. يعني نرجع تاني للموضوع. انا عايز اعلق بس على اللي انت قلته. انت قلت لي يكون عندي اويل وميه مثلا، زيت وميه. زيت وميه ده ما يعتبرش ليكويد، انما بيعتبر ايه؟ ميكشر. بالظبط، سوليوشن. يبقى ده جزء تاني خالص، ده ليه خواص مختلفه هندرسها بس بالتفصيل قدام. انا بتكلم على الليكويد، والليكويد هي حاجه بيور، يعني ميه بس، زيت بس، كحول بس، حاجه لوحدها بس. انما ميكشر او سوليوشن ده ليه خواص تانيه مختلفه هندرسها بعدين. السؤال بقى، هل في كونديشنز عندي للايفابوريشن؟ يعني انا دلوقتي لما رسمت لك الرسمه دي حاجه اقول لك اهو، ما هي الكونديشنز اوف ايفابوريشن، ما هي الشروط اللي لازم توفرها في الموليكيولز عشان يحصل لها عمليه ايفابوريشن؟ الاتراكشن فورسز اللي فايت الكسر، الاتراكشن قليل. ها ايه تاني؟ انها تكون مواجهه للسطح سورس فيل تبع السطح، هي تكون اوريدي على السطح، وده اول شرط مهم جدا. يعني ايه؟ قال لي يعني اول شرط عندي ان الموليكيولز تو ايفابوريت عشان يحصل لها عمليه ايفابوريشن must exist at the surface of the liquid. هتقولي طب ايه سبب الشرط ده؟ هقول لك، لان ترتيب المولكيولز هنا، في مولكيول تحت اهو، في مولكيول في النص، وفي مولكيول هنا، وفي مولكيول هنا. كل ما الانرجي بتاعت المولكيول بتبقى اعلى، كل ما بيقدر يطلع لفوق. يبقى انا متوقع ان الموليكيولز اللي على السيرفيس ليها هاي انرجي زي الموليكيولز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده تحت. بالتالي قدرتها ان يحصل لها عمليه ايفابوريشن بتبقى ايه؟ بتبقى اعلى. يبقى اول شرط من شروط الايفابوريشن ان الموليكيول عشان اقدر اقول ان يحصل لها عمليه ايفابوريشن لازم تكون موجوده فين؟ لازم تكون موجوده على السيرفيس بتاع الليكويد. طيب ايه الشرط الثاني؟
هما شرطين. الشرط التاني ما تكونش عاملة اي بوند مع موليكول جنبيه. ايه؟ ما تكونش عاملة اي بوند مع موليكول جنبيه. يعني الكلام مظبوط بس عايزين نعدله شوية. ما تكونش انت عايز تقول لي دلوقتي ان الفرق بين الليكود والفيبر هو الاتراكشن فورس. يبقى انا لو قدرت اتخلص من الاتراكشن فورس اللي بتوين الليكود وبعضها قدرت اوصل من الليكود احوله من الليكود لفيبر ولا لا؟ يبقى انا لازم اتاكد ان الموليكولز دي ما عليهاش اي نوع من انواع الاتراكشن فورس، صح؟ حلو. وعشان اتاكد من كده يبقى انا لازم اديها انرجي ولا لا؟ ما انا كل ما ازود الانرجي كل ما الاتراكشن فورس او البونز اللي بتوين الموليكولز وبعضها بيحصل لها ايه؟ بتتكسر. مش بتقل، بتتكسر. يبقى انا لازم الشرط الثاني اهو، ونبقى نترجمه مع بعض بعدين. الشرط الثاني بيقول لي ايه بقى؟ اهو ثاني واحد كاينيتك انرجي in excess of certain value. عايز ترجمة للكلام ده، يعني ايه المقصود بالكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي ده؟ يعني ايه لازم يكون عندي كينيتيك انرجي ان اكسس اوف سيرتن فاليو؟ انا عندي دكتور المولكيول دايما بتبقى بتتحرك جوه الليكويد مش ثابته في مكانها، لو عديت الكينيتيك انرجي بتاعها رقم معين هتكسر البوندز اللي عاملاها مع المولكيول اللي جنبيها. الرقم المعين ده كام؟ الرقم المعين ده كام؟ لا هو latent heat. لا هو بيختلف activation energy. يعني الرقم انا بقول لك لازم يكون عندي kinetic energy اعلى من certain value. certain value ده كام؟ بيختلف من كل حسب البوند اكبر من الاتراكشن فورس. latent heat على يعني انت عايز تقول لي دلوقتي ان certain value ده هي قيمة بتتغير من ليكويد لليكويد تعتمد على ايه؟ على قوة الاتراكشن فورس. كل ما كان الاتراكشن فورس اللي عندي بين الليكويد موليكولز وبعضها كبيرة كل ما كان محتاج انرجي اعلى، وكل ما كان الاتراكشن فورس بين الليكويد موليكولز وبعضها قليلة كل ما كان انا هشرب شاي. كل ما كان الاتراكشن فورس بتوين الليكويد موليكولز وبعضها كبيرة كل ما كنت محتاج انرجي اعلى عشان اكسرها، بالتالي السيرتن فاليو يحصل لها ايه؟ هتزيد. وكل ما كان الاتراكشن بوند بين الموليكولز وبعضها قليله اقل كميه انرجي تعمل ايه؟ تقدر تكسر الاتراكشن فورس دي ولا لا؟ اصبحت الموليكول فري اللي هي تتحرك ولا لا؟ يبقى السيرتن فاليو دي كانت الانرجي اللي معايا اللي هي اعلى من سيرتن فاليو، هذه السيرتن فاليو هي قيمه متغيره تعتمد على قيمه الاتراكشن فورس بين الموليكولز وبعضها. كل ما كان السيرتن فاليو كبير كل ما كان الاتراكشن فورس كبير كل ما عيل السيرتن فاليو، وكل ما كان السيرتن فاليو قليله كل ما كان قصدي الاتراكشن فورس قليله كل ما كان السيرتن فاليو ايه؟ قليله معايا. يبقى انا ما اقدرش اقول لك هي كام لانها بتتغير من ليكويد لايه؟ لليكويد دي. خلاص. يبقى انا عندي شرطين لعمليه الايفابوريشن، ايه هما؟ ان الموليكولز لازم تكون موجوده على السيرفيس بتاع الليكويد، وتاني حاجه ان هما لازم يكون ليهم كينيتيك انرجي اعلى من سيرتن فاليو. وات ايفر بقى سيرتن فاليو دي كام ما نعرفش ايه نور. فلو انا افترضت ان السيرتن مستني بس اخلص الجمله دي وبعد كده اقول اللي انت عايزه. لو انا افترضت ان السيرتن فاليو دي كانت 10 جول، لو انا افترضت ان السيرتن فاليو دي كانت 10 جول، يبقى اي مولكيول الانرجي بتاعته 10 جول فيما فوق هيعمل ايه؟ هيسيب الليكويد ويتحول الى فيبر، يعني عمل عمليه ايه؟ الايفابوريشن. طيب واي مولكيول الكينيتيك انرجي بتاعته 9.9 جول ده هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه، هيفضل موجود على هيئه ليكويد ولا لا؟ يبقى اذا انا عندي شروط للايفابوريشن اتحققت في المولكيول هتتم، ما اتحققتش هيفضل المولكيول برده موجود على هيئه ليكويد. عشان كده بنلاقي في بعض الاوقات مثلا في الشتاء لما نيجي ننشر الغسيل هتلاقي الغسيل بياخد وقت انه ينشف. ليه؟ الموليكولز بتاعته مش عارفه تاخد كينيتيك انرجي عاليه. انما في الصيف بتلاقي درجه الحراره عاليه بنوصل للكينيتيك انرجي دي بسرعه،
فالميه بتقدر تعمل عمليه ايه ايفابوريشن ايه بسرعه معايا. اللي كان عايز يسال اتفضل. هي كينيتك انرجي ديت هي الحراره صح؟ هي ما كينيتك انرجي دي حلوه قوي. طب بس اديني بس 5 دقايق وهتلاقي اجابه سؤالك او السؤال اللي انت بتساله ده متجاوب في اللي انا بقوله. حاضر. في حد عنده اي مشاكل في الكلام ده يا جماعه؟ طب يا دكتور لو كانت 10 جول بالظبط ايه اللي هيحصل؟ هتكسر اتراكشن فورس يبقى عندها فرصه ان هي تطلع او ما تطلعش حسب الكونديشنز اللي معايا. يعني هتبقى فري، هتبقى فري مفيش اتراكشن فورس بتشدها، بس تقدر تطلع عندها انرجي اللي هي او قدره اللي هي تطلع او ما تطلعش، دي بتبقى حسب الكونديشنز اللي ايه اللي موجوده فيها. تمام شكرا. يعني الرقم ده ثابت يا دكتور؟ لا لا يا ابني بقول لك انا اذا كنت انا بقول لك السيرتن فاليو ده ما اقدرش اقول لك بكام لانه بيتغير من الحراره لو متغيره حسب الاتراكشن فورس. انا اديت مثال، اديت مثال. لو افترض، لو افترض ان انا كنت محتاج 10 جول دي سيرتن فاليو، يبقى انا بقول لك ايه اللي هيحصل ساعتها. طيب السؤال اللي عليه الدور بقى، تو انكريز الريتس اوف ايفابوريشن، تو انكريز الريت اوف ايفابوريشن اعمل ايه؟ زود الحراره. ليه ازود الحراره؟ طب انا عايز افتكر احنا ليه بنعمل كده. لو انا عايز ازود الريت بتاع الايفابوريشن اعمل ايه؟ انت بتقول لي ازود الحراره، ليه؟ ليه زودت الحراره؟ عشان اعلي انرجي، عشان اعلي كينيتك انرجي. ده اجابه السؤال اللي كان بيساله زميلكم من شويه، قلت له استنى عليا 5 دقائق. يعني انا عايز اوصل لك ايه؟ انا عندي شرطين للايفابوريشن، ان يكون موجود على السيرفس وان يبقى ليه كينيتك انرجي اعلى. يبقى عشان ازود الريت بتاع الايفابوريشن كل اللي مطلوب مني اعمله اللي انا اعمل ايه؟ اللي انا ازود الشرطين دول. اذا كنت بقول لك ان الموليكول اللي موجود على السيرفس هو الوحيد اللي يحصل له ايفابوريشن، يبقى انا لو زودت مساحه السيرفس متوقع ايه اللي يحصل؟ الايفابوريشن هيزيد. الايفابوريشن هيزيد ليه؟ الايفابوريشن هيزيد ليه؟ عدد مولكيول كتير هيبقى اقوى. انا بدي فرصه لعدد اكبر من الليكويد مولكيولز ان يبقى موجود فين؟ موجود على السطح. موجود على السطح. بالتالي بالتالي الايفابوريشن يحصل يزيد. طب انا لو جيت قلت لك ان لازم يكون عندي كينيتك انرجي اعلى من سيرتن فاليو، طب ما انا عارف ان الكينيتك انرجي بتتغير بالتمبريتشر، يبقى انا لو زودت التمبريتشر يبقى انا كاني بزود الكينيتك انرجي ولا لا؟ كان انا وصلت للسيرتن فاليو بسرعه ولا لا؟ يبقى كان الايفابوريشن تم بسرعه ولا لا؟ يبقى اذا انا كل اللي انا عملته ده ناتج عن الكونديشنز بتاعتي. انا شفت ايه شروط الايفابوريشن، لقيتهم شرطين، يبقى انا اقدر اعدل في الشرطين دولت. لو عرفت اعدل فيهم بالبوزيتيف يبقى انا هزود الريت بتاع مين؟ هزود الريت بتاع الايه؟ الايفابوريشن. يبقى تو انكريز ذا ريت اوف ايفابوريشن اعمل ايه؟ قال لي اول حاجه انكريز للسيرفيس اريا اوف الليكويد، تاني حاجه انكريز لي التمبريتشر. خلاص دكتور. نعم. ما ينفعش اقلل السيرتن اريا اللي انا عايز اوصل لها؟ في عوامل تانية، بس انا بتكلم على العوامل السهله اللي انت بتتكلم فيها اللي انا اقدر اتحكم فيها بسهوله. تمام. في عوامل تانية بتاثر على الايفابوريشن، بس احنا مش هناخدها الترم ده، مش هناخدها السنه دي. ارجع بقى تاني اقول يا جماعه عشان يبقى انا كده ضامن ان الناس كلها موجوده ان شاء الله الاسبوع ده، المعامل فردي. فكل المعامل الفردي بما فيها 211، بما فيها 213، بما فيها 221، لو في 221 يعني، اي سيكشن فردي حتى لو كان حاضر امبارح هيحضر تاني من يوم الثلاث. وعشان يحضر من يوم الثلاث يبقى لازم يدخل على الـ LMS، يجيب يدخل على اللينك بتاع الفيديو يشوفه ويدرسه ويكتبه، علشان هيدخل مفيش شرح. احنا شرحنا مره اللي فاتت بس يوم الثلاث والاربع للناس اللي هم جداد، انما بعد كده مفيش شرح خالص في المعمل.
هتشوف الفيديو تيجي تطبق. دكتور هو انا ينفع ادخل المعمل بالكلام اللي انا كاتبه ده عادي ولا لازم احفظه كده؟ انت في امتحان اساسا هتدخل بالكلام اللي انت كاتبه. انا مش همتحنك, همتحنك اوبن بوك يعني عادي. عادي جدا. اكتب ملخص, اكتب ملخص واشتغل. انا مش عايز منك اكتر من كده. نيجي بقى ندرس عمليه الايفابوريشن. ركز بقى معايا في الحته دي لان دي اهم حته في الشابتر معايا. لو انا عندي كونتينر بهذا الشكل وادي الليكويد اهو وقمت جاي مزود درجه الحراره او جيت سخنته, متوقع ان الليكويد ده يحصل له عمليه ايفابوريشن. هل ينفع ادرس عمليه الايفابوريشن في هذا الشكل؟ قال لي لا. ليه؟ لان بكل بساطه الفيبر اللي طلع راح للجو فما عرفتش ادرسه وبقى مش عارف ده الغاز بتاعي ولا الغاز بتاع الجو, فالعمليه اختلطت. يعني ايه؟ قال لي يعني عشان ادرس عمليه الايفابوريشن, عشان ادرس عمليه الايفابوريشن لازم يكون عندي اول حاجه يكون عندي كلوزد كونتينر, يعني اناء مغلق. يبقى اذا عمليه الايفابوريشن افهم من كده, هسالك سؤال وانت تجاوب, هل معنى ذلك ان عمليه الايفابوريشن لا تتم الا في اناء مغلق او كلوزد كونتينر؟ لا طبعا تتم عادي. طب انا قلت لك ما هو لازم كلوزد كونتينر. طب كلوزد كونتينر ده فرق معايا في ايه؟ ده عشان ندرسه. يعني الايفابوريشن هيتم في الاوبن والكلوزد كونتينر عادي, انما عشان ادرسه, عشان اعمل دراسه واطلع قوانين, لازم يبقى فين؟ في كلوز كونتينر. انما اللي هيتم في الاوبن هو هو اللي هيتم فين؟ في كلوز كونتينر معايا. خلاص. يبقى اذا عمليه البويلنج او عمليه الايفابوريشن بتتم سواء في الاوبن كونتينر او كلوز كونتينر, لكن عمليه الدراسه لا تتم الا في كلوز كونتينر. قال لي ما عندي مشكله جديده. ايه المشكله الجديده؟ انا دلوقتي لو الغاز حب يعمل الليكويد, حب يعمل ايفابوريشن, فطلع اهو من الليكويد للفيبر. لو هنا في غازات للليكويد اللي غازات موجوده من الجو, طب ما الغاز اللي طالع من عندي او الفيبر اللي طالع من عندي ممكن يتفاعل مع هذه الغازات ويكون حاجه جديده. يبقى انا كده مش ده الحقيقه اللي حصلت معايا. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني المنطقه دي لازم تبقى فاكيوم. يعني ايه فاكيوم؟ يعني فراغ. يبقى عشان ادرس عمليه الايفابوريشن عملت حاجتين, جبت كلوز كونتينر وخليت المنطقه اللي فوق الليكويد دي تبقى ايه؟ فراغ, يعني ما فيهاش اي حاجه عشان اعرف ادرسه. طيب يعني ايه فاكيوم؟ هتقول لي فراغ. ويعني ايه فراغ؟ ايه المقصود علميا بكلمه فراغ؟ يعني انا لما اقول لك فراغ ده انا استفدت بيه ايه؟ يعني مفيش اي هواء ولا اكسجين ولا نيتروجين ولا اي حاجه. حلو. يعني ايه برضه؟ ضغط البريشر بزيرو. البريشر بزيرو, ممكن ما فيهوش حركه. هو ده المهم بقى. مش احنا قلنا ان ضغط الغاز بيحصل نتيجه اصطدام مزيئات الغاز مع جدار الاناء؟ مش اللي احنا خدناه اول محاضره. طب انا دلوقتي ما عنديش غاز, ما المنطقه فاضيه, يعني انا متوقع ان البريشر بكام؟ البي ايكوال زيرو. يبقى اذا كلمه فاكيوم مقصود بيها ان البريشر اللي عندي هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. خلاص. يبقى انا جبت الكونتينر بتاعي قفلته وخليت المنطقه اللي فوق الليكويد تبقى ايه؟ تبقى فاكيو. قال لي طيب وبدات اسخن, يبقى انا كنت بادي اهو ببريشر ايكوال زيرو, بدات اسخن. اما بدات اسخن ايه اللي حصل؟ بعض جزيئات الليكويد بدا يحصل لها ايه؟ بدا يبقى في ضغط تخبط في جدار الاناء, بدا يحصل لها ايفابوريشن الاول, بالتالي بدات تطلع المنطقه اللي فوق, بدات وهي بتتحرك تخبط في الولف كونتينر, بدات تعمل لي بريشر. يعني ايه؟ قال لي يعني انا كنت بادي ببريشر ايكوال زيرو, بمرور الوقت البريشر بدا يعلى, وكل ما سخن اكتر كل ما عدد الجزيئات اللي هيحصل لها ايفابوريشن هتزيد, كل ما عدد جزيئات الغاز اللي هيطلع هيزيد, كل ما البريشر بتاعي يحصل له ايه؟ انكريز. يبقى انا البريشر كان زيرو,
بمرور وقت بدأ يحصل له عملية increase، هيفضل يزيد 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 تباعا. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لي هتبدأ تحصل عملية ما كناش متوقعينها، اللي هي عملية اسمها عملية الايه؟ عملية الكوندنسيشن. يعني ايه كوندنسيشن؟ تكاثف او تكثيف. تكاثف، يعني انا عندي عملية اسمها ايفابوريشن، وعندي عملية تانية اسمها كوندنسيشن. عملية الايفابوريشن هي عملية التحول من الليكويد الى الفيبر، انما عملية الكوندنسيشن هي العكس، عملية التحول من الفيبر الى الليكويد. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني انا كنت في الاول الكوندنسيشن بتحصل لما يكون البتاع مقفول بس، صح؟ هي المفروض تحصل في كله، بس ما بتبانش معايا كتير الا ما تكون فين؟ في المقفول بس. طيب انا دلوقتي كنت عندي ليكويد بدات اسخنه، فبدا كل الليكويد يتحول من ليكويد اهو زي ما انت شايف الى ايه؟ الى فيبر، في عمليه تسمى عمليه ايفابوريشن. فكان كله طالع فوق ايفابوريشن ايفابوريشن ايفابوريشن، مفيش عندي اي مشكله. طب بعد شويه المنطقه اللي فوق بتاعه الغازات دي اتملت غاز، هي كانت فاضيه دلوقتي اتملت غاز، فالجزيئات وهي بتتحرك مع بعض خبطت في بعض، فقام جه واحد اكتسب الانرجي بتاع التاني، فجه واحد اكتسب الانرجي بتاع التاني، تمام؟ ولما اكتسبت الانرجي بتاع التاني حصل ايه؟ بقت الانرجي بتاع واحد فيهم اقل من 9.9 من اقل من 10 جول. انزل تاني تقريبا. حلو، بقت الانرجي بتاعت جزيئات الغاز اقل من 10 جول، وما بقت اقل من 10 جول اللي حصل خلاص ما عادش عنده القدره انه يقعد على هيئه غاز، فيبدا تاني ينزل على هيئه ليكويد. فبدا يظهر عندي عمليه عكسيه، اللي هي عمليه اسمها ايه؟ عمليه التحول من الفيبر الى الليكويد، اللي هي عمليه اسمها عمليه ايه؟ كوندنسيشن. بس طلع يا دكتور زياده، ثواني بقى اسمعني، خلينا اخلص الكلمتين وبعد كده اتكلم. طلع 6 نزل 1، طلع 6 نزل 1، فالمحصله ان انا ستيل عندي ايه؟ الريت بتاعهم المحصله كلها اللي هي بيطلع يحصل عمليه ايه؟ ايفابوريشن. طيب بعد شويه بدا يطلع 6 ينزل 2، تتوقع كده البريشر بيحصل له ايه؟ يزيد انا عايز اسمع، انا ما اعرفش مين موافق ان البريشر ده يزيد. هو هيزيد في الاول وبعدين يقل، معنى البريشر بيزيد هيزيد لحد ما يفضل يزيد لغايه ما يوصل لكونستنت بريشر. يعني البريشر هنا اما طلع 6 ونزل 2 زاد ولا قل؟ زاد. قل زي ما هو فضل ثابت ده، قل بس هيفضل كما ثابته بقى. لا مش هيفضل ثابت عند حد معين، هو هيفضل ثابت لما يطلع 6 وينزل 6. حلو، انا دلوقتي طلع 6 فكان البريشر عمال يزيد، نزل 1 فبقى كان المحصله انه ما طلعش 6، طلع كام؟ 5. فالعدد بتاع الغاز عمال يزيد برضو، فالبريشر عمال يزيد لكن الزياده بتاعته عماله تقل، يعني هو بيزيد بس بدل ما كان بيزيد 100 جنيه مثلا زاد 90 بس. طيب نزل جزيئين عمال يزيد البريشر لكن الزياده عماله تقل، نزل 3 نزل 4 نزل 5 نزل 6. ايه ده؟ نزل طلع 6 ونزل 6، هي مش معناها طلع 6 ونزل 6، دي معناها ان كل واحد هيطلع هينزل قصاده واحد تاني. يبقى انا هنا انا هفضل العمليه ماشيه ايفابوريشن بس ايفابوريشن بس ايفابوريشن بس، بعد شويه كله ايفابوريشن ما عدا واحد ينزل كوندنسيشن. هيحصل ايه بالظبط؟ ثانيه واحده بقى، صح جدا، بعد شويه طلع كله نزل واحد، برده المحصله ان في ايفابوريشن، بعد شويه طلع كله نزل اتنين،
برضو ايفابوريشن. طلع 7 نزل 3 المحصله ان في 4 ايفابوريشن هكذا كذا لغايه ما اوصل لمرحله من المراحل ان كل ما يطلع مولكيول من الليكويد للفيبر كل ما يطلع مولكيول من الليكويد للفيبر يحصل ايه؟ ينزل قصاده مولكيول تاني من الفيبر الى الليكويد في عمليه تسمى عمليه كوندنسيشن. تمام؟ طيب كل الوقت اللي فات كان البريشر عمال يزيد عمال يزيد. طب وقت ما وصلت ان معدل ان كل ما يطلع واحد ينزل واحد هيحصل ايه في البريشر؟ بقى ثابت يعني انا دلوقتي البريشر كان عمال يزيد والزياده عماله تقل 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 بس هو بيزيد لغايه ما وصلت انه كل ما يطلع واحد ينزل واحد. اصبح عندي حاله بقى موجود عندي حاله من حالات تسمى حالات الاتزان وعندها عشان يطلع مولكيول من الليكويد للفيبر لازم ينزل قصاده ايه؟ مولكيول تاني من الفيبر للليكويد. عند هذه المرحله تقدر تقول لي البريشر هيبقى بكام؟ بريشر اير بريشر هيبقى بالاير بريشر هيبقى ايه؟ بقيمه الاير بريشر. يعني البريشر ده ايه؟ قال لي يعني البريشر ده هيبقى قيمه ثابته. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني انا كنت بادي ببريشر ايكوال زيرو. خلي بالك بقى انا ببدات ببريشر ايكوال زيرو فضل البريشر ده يعلى 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 مفيش اي مشكله. بعد كده بدا معدل العليان بتاعه او الزياده بتاعته تقل بس عمال يعلى لغايه ما وصلت لمرحله من المراحل البريشر ده حصل له ايه؟ ثابت. هذا البريشر الثابت هي بريشر مميز للماده بتاعتي او الليكويد بتاعي بيتغير من ليكويد لليكويد. هذا البريشر يسمى vapor pressure of a liquid. يبقى انا كده عندي شويه definitions جديده. اول definition فيهم عندي حاله اسمها dynamic equilibrium وعايز افهم بقى او عايز اعرف من الناس اللي فاهمه ما هو تعريف الدايناميك equilibrium. الناس اللي فهمت ما هو تعريف الديناميك مكانه يا جماعه حاجه واضحه الريت اوف ايفابوريشن يعني ايه؟ قال لي صح الكلام ده. ويبقى الديناميك ايكوليبريم هي حاله من حالات الاتزان حصل فيها ايه؟ كل ما يطلع مولكيول من الليكويد للفيبر ينزل قصاده مولكيول من الفيبر للليكويد او ان معدل التبخير الايفابوريشن قد معدل مين؟ التكثيف او الكوندنسيشن. يبقى ده تعريف مهم جدا. وقت ما يتساوي عدد المولكيولز اللي طالعه مع عدد المولكيولز اللي نازله معناها ان انا وصلت لمرحله من مراحل الاتزان او الايكوليبريم تسمى دايناميك ايكوليبريم. وعند الدايناميك ايكوليبريم ايه اللي حصل؟ اصبح الريت بتاع الايفابوريشن ايكوال للريت بتاع ايه؟ الكوندنسيشن. خلاص يبقى نكتبه كده It's the equilibrium at which إيه اللي حصل؟ The rate of evaporation أصبح equal للrate of condensation. وعند الديناميك ايكوليبريم انا قست بريشر وسميت هذا البريشر بايه؟ ويبقى عندي تعريف تاني اسمه الفيبر بريشر اوف الليكويد. تقدر تقول لي ما هو تعريف الفيبر بريشر اوف الليكويد؟ والبريشر لما الليكويد يوصل للبريشر وين وي ريتش ذا دايناميك ايكوليبريم مثلا مين؟ طب انا هسالك سؤال، هل اقدر اقول اللي هو الماكسيمم بريشر؟ لا لا مش ليه هو البريشر هيعلى اكتر من كده؟ لا الماكسيمم بريشر اوف ذا ليكويد بس كده. لا هو ما كانش هو مش عارف حاجه رغم ان هو ماكسيمم،
بس ماكسيمم عن درجه الحراره الواحده، هنتفق في دي بعدين. طب نرجع لموضوعنا، ما هو تعريف الفيبر بريشر اوف ليكويد؟ بص كده انا هكتب لك ايه عشان ما تتلخبطش. هو اسمه فيبر بريشر، يبقى هو البريشر بتاع الفيبر، اتس ذا بريشر اوف الفيبر. خلي بالك انا قلت لك اسمه فيبر بريشر، يعني الضغط البخاري، يعني الضغط اللي بيعمله مين؟ الفيبر. يبقى هو البريشر بتاع الفيبر امتى؟ وين اكزيست اس تو امتى؟ ان حاله الديناميك ايكوليبريم ويز الليكويد. يبقى الضغط بتاع اللي عمله امتى؟ اما بقى في اتزان ديناميكي مع مين؟ مع الليكويد. ويبقى الفيبر بريشر بتاع الليكويد ده هي قيمه ثابته للليكويد، تتغير من ليكويد لليكويد، تمام؟ لكن بتعتمد على مجموعه من العوامل. طب انا عايز اعرف، ويبقى الفيبر بريشر ده اللي عندي يعتمد على ايه؟ قال لي ديبندز اون، هيعتمد على ايه العوامل اللي يعتمد عليها الفيبر بريشر؟ قال لي درجه الحراره. يعني ايه؟ قال لي يعني از تمبريتشر انكريز هيؤدي لان الفيبر كمان. عايز ترجمه للكلام، قيمه الفيبر بريشر دي هي قيمه ثابته بتتغير من ليكويد لليكويد، لكن بتعتمد على بعض العوامل زي مين؟ زي درجه الحراره. ايه علاقه درجه الحراره بالفيبر بريشر؟ وليه كل ما هرفع درجه الحراره كل ما الفيبر بريشر بتاعي بتاع الليكويد بيزيد؟ لان السرعه بين الجزيئات بتزيد. لان ايه؟ السرعه، كل ما بزود الحراره السرعه بين الجزيئات بتزيد فبيزود الضغط. ده بايه كمان؟ عشان الضغط بتاع الليكويد. طب انا هقولها لك بقى بسرعه. هو عشان كل ما برفع درجه الحراره، انا كل ما برفع درجه الحراره كل ما فرصه ان انا اوصل للكاينتيك انرجي اللي هي اعلى من سيرتن فاليو دي بتبقى اسهل، بالتالي كل ما كميه الفيبر اللي بيطلع معايا بيبقى اكتر. كل ما كان البريشر بتاعي بيبقى اعلى ولا لا؟ وكل ما قلل درجه الحراره كل ما كنت محتاج انرجي اعلى، محتاج يعني عدد المولكيول اللي بيطلع معايا بيبقى اقل، بالتالي البريشر بتاعي بيبقى هو كمان ايه؟ بيبقى اقل. يبقى اذا الفيبر بريشر بتاع الليكويد هي قيمه ثابته للليكويد الواحد بتتغير من ليكويد لليكويد عند نفس الكونديشنز طبعا، لكن بتعتمد على حاجتين. اول حاجه درجه الحراره، بالتالي لنفس الليكويد لو انا هرفع درجه الحراره كل ما الفيبر بريشر بتاعي ايه؟ هيزيد. وتاني حاجه قال لي بتعتمد على طبيعه الليكويد ذات نفسه، يعني التايب اوف ليكويد، ما احنا قلنا بيتغير من ليكويد لليكويد. يبقى انا لما اجي اقول لك الفيبر بريشر لازم اقول لك ان الفيبر بريشر ده كان عند درجه الحراره دي، ما ينفعش اقول لك فيبر بريشر كده واسكت. ليه؟ لانه بيتغير بتغير درجه الايه؟ الحراره. يبقى انا خدت تعريفين مهمين جدا، حاجه اسمها دايناميك ايكوليبريم، والدايناميك ايكوليبريم هي حاله من حالات الايكوليبريم بيحصل فيها ايه؟ ان معدل او الريت بتاع الايفابوريشن ايكوال للريت بتاع مين؟ الكوندنسيشن. وبناء عليه وقت ما اوصل له هقيس الضغط، هسمي الضغط ده بايه؟ بالفيبر بريشر اوف ليكويد. يبقى ما هو تعريف الفيبر بريشر اوف ليكويد؟ هو البريشر بتاع الفيبر اما يكون موجود في حاله ايه؟ دايناميك ايكوليبريم مع مين؟ مع الليكويد. دكتور ليه ما ينفعش اقول هو الماكسيمم بريشر؟ هو الماكسيمم بريشر هيبقى فيبر بريشر عند سيرتن تمبريتشر، صح؟ عشان اقول ماكسيمم يبقى لازم احدد ان ده الماكسيمم عند التمبريتشر دي، انما لو انا زودت التمبريتشر ما هو الفيبر بريشر هيزيد، ما عادش ماكسيمم، وصلت الاعلى منه. بس وصلت الاعلى منه نتيجه تغير ايه؟ تمبريتشر، درجه الحراره. يبقى اذا ما ينفعش اقول ماكسيمم،
لو قلت ماكسيمم يبقى ات سيرتن تمبريتشر. انما طالما سايبها ما جبت سيره درجه الحراره يبقى ما ينفعش اقول ايه ماكسيمم تمبريتشر. خلاص طيب هو كده بيحصل عند سيرتن تمبريتشر. مين كده بيحصل عند سيرتن تمبريتشر؟ لا افرض انا زودت درجه الحراره اعلى من حاجه معينه، يعني انا كنت شغال عن 60 هيبقى الفيبر بريشر دي درجه. يبقى اذا ده كلام مهم جدا، يبقى ات اني تمبريتشر، ده اجابه السؤال بتاعك اهو، ات اني تمبريتشر بيحصل نوع من انواع دايناميك اكوليبريم بيكون مقابل ليه فيبر بريشر معين. يعني كل درجه حراره كل ما قصادها فيبر بريشر معين، هرفع درجه الحراره الفيبر بريشر هيزيد، هقلل درجه الحراره الفيبر بريشر يحصل له ايه؟ يقل. يعني كل درجه حراره ده دايناميك اكوليبريم معين صح؟ بالظبط. بيبقى كل درجه حراره بيحصل فيها نوع من انواع الدايناميك، عدد معين من الجاز مولك، كل ما هرفع درجه الحراره كل ما العدد ده زاد فالبريشر يزيد، وكل ما قل درجه الحراره كل ما العدد ده قل، فبالتالي الفيبر بريشر هو كمان يحصل له ايه؟ يقل معايا. يبقى كل درجه حراره عندها نوع، بيحصل عندها نوع من انواع الدايناميك اكوليبريم بعدد محدد من الجاز موليكيول اللي بيؤدي الى وجود الايه؟ الفيبر. خلاص دكتور، هو ايه اللي بيحصل تاني لما زود التمبريتشر؟ الكينيتيك انرجي بتزيد وبعد كده الكينيتيك انرجي بتزيد، يبقى عدد الموليكيولز اللي هتقدر تسيب الليكويد وتحول لفيبر هتبقى اعلى، يبقى كميه الفيبر حصل له ايه؟ زاد. وده كمية الفيبر زاد يبقى كمية الخبط على جدار الإناء هيحصل له إيه؟ هيزيد هو كمان، يبقى الفيبر بريشر يحصل له إيه؟ هيعلى. تمام دكتور، ممكن سؤال معلش؟ اسأل سؤال. يعني هو دلوقتي المفروض الفيبر بريشر دي بتحصل عن تمبريتشر معينة وبعدين بتحصل عند الديناميك إكوليبريم. ماشي. وكل درجة حرارة ليها ديناميك إكوليبريم معين. تمام. طب لو جينا مثلا في ليكويد معين وصلنا لاعلى تمبريتشر هو ممكن يوصل لها، مفيش هتبقى بعد كده لما يكون الفيبريزيشن قد الكوندنسيشن بالظبط؟ طب اجل سؤالك ده 5 دقايق 10 دقايق كتير. تمام ماشي. طيب لغايه دلوقتي احنا عاملين نتكلم على ايفابوريشن. سؤالك على فكره حلو جدا، سؤالك ده ممتاز جدا جدا جدا، بس اجابته هتيجي في اللي انا هقوله دلوقتي. لغايه دلوقتي انا بتكلم على حاجه اسمها ايفابوريشن، تمام؟ لغايه دلوقتي انا بتكلم على حاجه اسمها ايفابوريشن، ما اتكلمتش على حاجه تانية اسمها بويلنج. وهنا محتاج اعرف هو امتى هيحصل البويلنج، وبناء عليه هبدا اسالك سؤال تاني، هي الميه بتغلى عند كام؟ 100 100 100 يعني على حسب البريشر. ليه الميه ما غليتش عند 90؟ ليه ما غليتش عند 120؟ ليه 100؟ ده رقم ثابت. الهواء هي عشان الضغط 1 بار، كل ما الضغط بيقل كل ما البويلنج بوينت هتقل، وكل ما يزيد كل ما البويلنج بوينت هتزيد. انا بسال دلوقتي ليه الميه ما بتغليش عند 90؟ طب السؤال بقى اللي عليه الدور، هل ينفع ان الميه تغلى عند 90؟ على حسب تاني بقى، حسب الضغط كل البونز اتكسرت على حسب الضغط يا دكتور. طب ينفع الميه تغلى عند 120؟ على حسب برضو الضغط. على حسب الضغط ولا انا لو زودت فتره التسخين بتاعها شويه؟ الضغط. وده يخليني ابدا اتكلم في تعريفات مهمه جدا عشان اعرف اجاوب. كلامكم على فكره مظبوط 100%، وعشان اعرف اجاوب على الكلام ده يبقى انا عندي تعريف اسمه البويلنج بوينت او درجه الغليان. وما هو تعريف درجة الغليان؟ بص بقى، it's the temperature، هي درجة حرارة at which، بص بقى إيه اللي هيحصل، the vapor pressure of the liquid هيبقى equal لي the external pressure. يعني وقت ما يتساوى الفيبر بريشر بتاع الليكويد مع الضغط الخارجي هيحصل ايه؟ هيحصل عندي نوع من انواع الديناميك ايكويليبريم، سوري، يحصل عندي عمليه غليان.
يبقى ما هو تعريف درجه الغليان؟ هي درجه الحراره اللي عندها يتساوى الفيبر بريشر بتاع الليكويد مع مين؟ مع الضغط الخارجي. طيب معنى ذلك الميه بتغلى عند 100 ليه؟ عشان عند 100 درجه اصبح الفيبر بريشر بتاع الميه ايكوال للضغط الخارجي ايكوال كام؟ 1 اتموسفير. طيب بص كده معايا، لو جبت لك كوبايه ميه وخليتها عند 20 درجه، فعند 20 درجه الفيبر بريشر بتاعي كام؟ وليكن 0.2 اتموسفير. هل تساوى، هل ال 0.2 دي ايكوال الضغط الخارجي؟ لا. حلو، فبدات اسخن، سخنت ال 30 او 40، كل ما برفع درجه الحراره كل ما الفيبر بريشر يحصل له ايه؟ بيزيد فرصه، فبقت 0.3. هل تساوى مع الضغط الخارجي؟ لا، ما حصلش بويلنج. سخنت تاني وصلت ل 60 فبقى 0.5 تساوى؟ لسه. سخنت تاني، سخنت ال 80 بقى 0.8، هل تساوى؟ لا. لا. سخنت ال 100 لقيت ان الفيبر بريشر بتاعي ب 1 اتموسفير، وما هو ال 1 اتموسفير؟ تساوى هذا الفيبر بريشر مع الضغط الايه؟ الخارجي. بالتالي يبدا في هذه الحاله يحصل عمليه ايه؟ بويلنج. بويلنج. ما هو تعريف درجه الغليان؟ هي درجه الحراره اللي عندها يتساوى الفيبر بريشر بتاع الليكويد مع مين؟ مع الضغط الخارجي. حلو؟ طيب بناء عليه هل الميه تنفع تغلي عن 80؟ اه لو الضغط الخارجي ب 0.8. صح، كلام مظبوط 100%. ينفع الميه تغلي عن 80؟ اه تنفع تغلي عن 80. امتى؟ اما يبقى الضغط الخارجي 0.8. ليه؟ لان لما اوصل عن 80 هلاقي ان الفيبر بريشر بتاعي 0.8. لو تساوى هذا الفيبر بريشر مع الضغط الخارجي يحصل البويلنج. طب ينفع الميه تغلي عند 120؟ اه معلش دكتور في حاجه، ثانيه واحده بس، هل ينفع الميه تغلي عند 120؟ اه لو الضغط الخارجي زاد. بالتالي لو كنت قاعد في ضغط خارجي مثلا 1.2، طب انا وصلت للواحد عند 100 ما حصلش حاجه، قمت مسخن تاني ل 110 وصلت ل 1.1، سخن ل 120 لقيت وصلت ل 1.2 اتموسفير، هو ايكوال للضغط الخارجي ولا لا؟ قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني اي ليكويد في الدنيا، هرد عليك بس اخلص الجمله اللي انا بقولها، اي ليكويد في الدنيا ليه كام درجة غليان؟ عدد لا نهائي. يعتمد على ايه؟ external pressure. الضغط الخارجي. يبقى اي ليكويد في الدنيا، اي سائل في الدنيا ليه ملايين من درجات الغليان؟ يعتمد على الاكسترنال بريشر. لكن ليه درجة غليان واحدة؟ تسمى ايه؟ تسمى نورمال بويلينج بوينت، درجة الغليان الطبيعية. ودرجة الغليان الطبيعية مقصود بيها ايه؟ درجة الغليان في النورمال كونديشنز ولا لا؟ يعني ايه؟ قال لي اللي هي بتحصل عند 1 اتموسفير عادي، اللي هي عند بريشر كام؟ 1 اتموسفير. يبقى انا عندي تعريف جديد اسمه ايه؟ ما اسموش بقى البويلينج بوينت، اسمه النورمال بويلينج بوينت. تقدر تقول لي ايه هو تعريف النورمال بويلنج بوينت؟ هي التمبريتشر اللي عندها الفيبر بريشر بتاع الليكويد بيبقى قد قد الاكسترنال بريشر في النورمال كونديشنز ات 1 اتموسفير. ما ينفعش، لازم تقول لي ات 1 اتموسفير، لازم ايكوال 1 اتموسفير. لان انت لو جيت قلت البويلنج بوينت تعرفها ايه؟ هي الفيبر بريشر ايكوال اكسترنال، ما حددتش. الفرق بين التعريفين ان دي لازم تبقى 1 اتموسفير عشان تبقى نورمال. خلاص؟ يبقى ما هو النورمال بويلنج بوينت؟ نفس التعريف اللي فات اهو، الفيبر بريشر ايكوال الاكسترنال بريشر ايكوال 1 اتموسفير، ده لازم. من غير كلمه 1 اتموسفير يبقى غلط. يبقى اي ليكويد في الدنيا ليه ملايين من درجات الغليان 80 70 60 100 120 130 depend on temperature. depend on temperature طبعا. الاكسترنال بريشر قصدي. لكن لدرجه غليان واحده.
تسمى normal boiling point عندها يتساوى اللي فيه vapor pressure بتاع الليكويد مع الضغط الخارجي equal كام؟ 1 atmosphere. السؤال بقى اللي زميلكم سأله من شوية وقلت له استنى هجاوبك عليه بعد شوية. كل ما درجة الحرارة بتعلى بوصل لديناميك إكوليبريم جديد، هل ماليش ليميت؟ هل أنا كل ما زود درجة الحرارة كل ما الديناميك إكوليبريم هيزيد والفيبر بريشر هيزيد ما عنديش ليميت؟ قال لي ما هو الليميت بتاعي هو البويلنج. يعني إيه؟ يعني أنا المية ما أقدرش في الظروف الطبيعية أعلى عن المية بأي شكل من الأشكال. ليه؟ هتبدأ المية تعلى 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 لغايه ما وصلت عند 100 درجه يحصل ايه؟ يتساوى الفيبر بريشر مع الضغط الخارجي، وقت ما يتساوى الفيبر بريشر مع الضغط الخارجي يحصل البويلنج. تعرفها ايه بقى اللي انا ما قلتوش؟ هي درجه الحراره الثابته بتفضل ثابته ان شاء الله 20 ساعه طالما ايه؟ ثانيه واحده يا جماعه لا لا عادي ايه حتلفوس مفيش حتلفوس مثلا يعني انا قلت بس دي ارتفع بينه وبينه انت عارف خلاص يا جماعة يعني اذن الليمت بتاعي في اي حاجة هي درجة غليان يعني اخر درجة للمية اخر درجة للمية في الظروف الطبيعية هي 100 معرفش اعدي لل 110 ان شاء الله افضل سنة اسخن في المية عشان كده لما نيجي في ساعه الاكل ولما نيجي نطبخ الاكل طول ما الاكل فيه ميه ما بيحصلش حاجه انما المشاكل كلها بتحصل امتى اما الميه تخلص تلاقي الاكل حصل له ايه اتحرق طول ما الاكل فيه ميه ما كل ما الاكل فيه ميه درجه الحراره عمرها ما هتزيد عن الميه عمرها ما هتزيد عن الميه حلو لكن وقت ما الميه خلصت درجه الحراره تعلى بقى زي ما تعلى تؤدي الحرق لإيه؟ حرق الأكل. يبقى إذن درجة الغليان هي آخر درجة حرارة أقدر أوصل لها للليكويد الواحد، بالتالي الفيبر بريشر اللي قصادها اللي هيطلع معايا ده هو آخر فيبر بريشر أقدر أوصل إيه؟ ليه. عشان كده المية آخرها معايا في درجة الحرارة هي المية في الظروف الطبيعية. آخرها معايا 100 وإن شاء الله أفضل أسخن سنة هتفضل 100 مش هتزيد عن المية. لغايه ما الميه تتبخر كلها تبدا درجه الحراره ايه؟ تعلى زي ما انت عايز قول. هو ليه يا دكتور الميه درجه حرارتها مش هتزيد؟ يعني ما في سورس بتاع هيتنج هيفضل مستمر درجه حرارتها مش هتزيد. السورس بتاع الهيتنج هيفضل مستمر بس هيحصل يبدا يحصل ايه بقى؟ عمليه الكوندنسيشن. يطلع الفيبر ما احنا قلنا انا دلوقتي عند الميه اصبح الفيبر بريشر ايكوال 1. يعني الريت بتاع الايفابوريشن ايكوال الريت بتاع الكوندنسيشن فاللي هيتبخر هيرجع مكانه الميه هتقل بس الفيبر بريشر هيفضل ايه كلوزد وفي الاوبن كونتينر الميه هتقل فيزل او وهناك برضو الجو بره بيبقى ساقع فبيحصل كوندنسيشن بس الريت اقل وهيفضل طالما في كوندنسيشن بيحصل هتفضل درجه الحراره 100 لغايه ما الميه كلها تقل ومستواها يقل وينخفض تماما يحصل ايه؟ تبدا تتحول من ليكويد الى ايه؟ الى فيبر. إيه تبدا درجه الحراره تعلى. يعني يا دكتور انا لو لو انا زدت عن البويلنج بوينت مش هيبقى فيه دايناميك ايكوليبريم؟ مش هتعرف تزيد عن البويلنج بوينت. انت اخرك مع في اي ليكويد هو البويلنج بوينت اللي انت هتوصل له. هيفضل درجه غليان هيفضل درجه الحراره ثابته ما بتتغيرش لغايه ما الليكويد ده كله يتبخر. خلاص الليكويد تتبخر يبقى انت ما بتتكلمش على الليكويد ده بتتكلم على اي حاجه تانية فالليكويد البويلنج بوينت هي اخر درجه حراره اقدر اوصل لها غير كده لا عشان كده الماكسيمم اعلى درجه حراره للميه هي 100 ده في حاله ان يكون الاناء مفتوح طب ما هو لو مغلق يعني كله هيتبخر الاثنين اللي بيحصل هنا بيحصل هنا اللي بيحصل هنا بيحصل هنا بس في الاناء المفتوح بياخد وقت اسرع يعني العمليه هتختفي بسرعه انما لو انا عايز احافظ على عمليتي وادرسها كويس لازم يبقى الاناء ايه مغلق معايا انا ما عنديش فرق بين الاناء مفتوح والاناء مغلق
الاناء المغلق يا دكتور نسبه الميه تفضل ثابته، لانه لما يحصل ايفابوريشن هيتعمل كوندنسيشن تاني. هنا بقى هنا نبدا نتكلم، اللي انا هقول لك اللي انا عندي ثلاث انواع من السيستم. في حاجه اسمها اوبن سيستم، ده الاناء المفتوح عادي. في حاجه اسمها كلوز سيستم، وكلوز سيستم ده يعني بيسمح ان زي الحله كده بيطلع وتلاقي بخار طالع وبيحصل فقد في الماتيريال بتاعه. وفي حاجه اسمها سيلد كونتينر. سيلد كونتينر ده اللي هي الاناء بقى المحكم الغلق زي حله البريستو مثلا، حله الضغط. تمام. الاناء المغلق ده تقدر تقول لي درجه غليان الميه في الاناء المغلق ده بكم، اللي هو محكم الغلق؟ يعني هتبقى مظبوطه على الضغط بقى الداخلي بتاع الحله مش الخارجي. يعني في الاخر الاناء المغلق ده الميه والرمه هتغلي فيه، لان اللي هيغلي هيتكثف تاني. ليه؟ لان انا الاناء المغلق ده هو مش شايف الضغط الخارجي كام، دي مش حاله الضغط، انا بتكلم على اناء مغلق. الاناء المغلق ده هو اناء مفصول عن الوسط الخارجي، فهو عمال يتبخر يتحول من ليكويد لفيبر والبريشر عمال يزيد، بس هو مش شايف الضغط الخارجي كام، فمش عارف نهايته ايه، فيفضل البريشر يزيد 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 لغايه ما يجي في لحظه ملوش درجه غليان اهو، البريشر اللي جوه هيزيد ازيد من المتوقع، هيحصل انفجار في الايه في الكونتينر ده. عشان كده تيجي تلاقي مشاكل، معظم مشاكل المصانع انفجار غلايه، يقول لا يجي يقول لك غلايه الميه انفجرت. ليه غلايه الميه انفجرت؟ لان البريشر بتاعها بقى جواها، ما هي اناء مغلق تماما مفصول عن الوسط الخارجي عشان يسرع العمليه، فينساها وما يحكم ما يتابعهاش. الاناء جوه الضغط جوه يزيد عن المتوقع، عن الماتيريال بتاعه المصنوع منها الغلايه تنفجر. يبقى لو الاناء مغلق تماما مفصول عن الوسط الخارجي يحصل ايه؟ الميه عمرها ما هتغلي. السؤال بقى اللي انا عايز اساله، احنا عرفنا يعني ايه فيبر بريشر، عرفنا يعني ايه بويلنج بوينت، تقدر تقول لي ايه العلاقه بين الاثنين؟ فردية أكبر منها أو تساوي؟ لا مفيش أكبر منها، العلاقة يعني تزيد تزيد أو تقل تزيد تقل. دايركت يعني دايركت ولا انفرس ريليشن؟ لا دايركت قال لي. وتبقى العلاقة بين الفيبر بريشر هي علاقة عكسية بينها وبين البويلينج بوينت، علاقة عكسية. مش البويلينج بوينت دي في النهاية هي درجة حرارة، واحنا عارفين ان درجة الحرارة is directly proportional to vapor pressure. طب ازاي ازاي ال ازاي يبقى العلاقة بينهم علاقة عكسية؟ قال لي بكل بساطة، شوف معايا المثال ده. لو انا عندي مادتين، مادة A ومادة B، عند درجة الحرارة 20 درجة سليزياس كان ال vapor pressure هنا 0.2 وهنا كان 0.8، هل مين فيهم يغلي؟ هل حد فيهم هيقدر يغلي دلوقتي؟ لا. حلو، فبدأت أعمل إيه؟ بدأت أسخن. زود الحرارة. كل ما زود درجة الحرارة كل ما الفيبر بريشر يحصل له إيه؟ هيزيد. حلو. فأنا زودت ال 40 بقى 0.4 0.6 مثلا أو 0.9. زودت درجة الحرارة كمان 60 بقى 0.5 بقى 1، زودت ال 80 بقى 0.7 وده خلاص، زودت ال 100 بقى 0.9، زودت ال 120 بقى 1. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني المادة دي وصلت لل 1 اتموسفير بسرعة ولا لا؟ بالتالي درجة غليانها هيبقى ايه؟ قليلة بالنسبة للثانية. حلو، مين اللي خلاها توصل لدرجة للفيبر بريشر اللي هو الاكسترنال بريشر ده بسرعة؟ إن الفيبر بريشر الأساسي بتاعها كان ماله؟ كان عالي. يعني قال لي يعني كل ما كانت المادة الفيبر بريشر بتاعها عالي كل ما كنت بسهولة أقدر أوصل للضغط الخارجي، بالتالي تسخينها بيبقى قليل، بالتالي درجة غليان بتبقى قليلة. وكل المادة مكانت الفيبر بريشر بتاعها صغير
كل ما كنت محتاج اسخن اكتر، وكل ما اسخن اكتر كل ما البويلنج بوينت يحصل له ايه؟ يزيد معايا. خلاص؟ يبقى اذا انا عندي قاعده بتقول اهو از الفيبر بريشر بتاع الماده كان كبير انكريز، ده يؤدي لان البويلنج بوينت يحصل له ايه؟ هيقل معايا. ويبقى العلاقه بين الفيبر بريشر والبويلنج بوينت علاقه ايه؟ علاقه عكسيه، او ان الفيبر بريشر از انفرسلي بروبورشنال تو ايه؟ البويلنج بوينت. صعب الكلام ده يا جماعه؟ دكتور معلش انا مش فاهم الجزئيه دي، يعني ليه لما الفي بي بتزيد البي بي اللي هو انا دلوقتي انا لازم اوصل ل 1 اتموسفير، فانا اسهل لي ان انا اوصل من بوينت 8 عن ان انا اوصل من بوينت 2. يعني انا من بوينت 8 لواحد دي حاجه صغيره محتاج اسخن شويه صغيرين، يبقى درجه الغليان عندي هتبقى ايه؟ تبقى قليلة. تمام؟ انما لو انا بوينت 2 ده انا محتاج اوصل لبوينت 3 وبوينت 4 وبوينت 5 وبوينت 6، محتاج وقت. حلو؟ ومحتاج الوقت ده كل ده عمال يعمل ايه؟ يزود في درجة الايه؟ الغليان اللي موجودة عندي. يبقى كل ما الفيبر مش المفروض اللي هو البويلنج بوينت دي ثابتة عند كل مادة؟ لا ثابتة بس ثابتة، انا بقارن مواد مختلفه، انا بقول لك ماده ايه وماده بي، وبعدين احنا قلنا اي ماده ليها ملايين من البويلنج بوينت، انفينيتي نمبر من بويلنج بوينت، تعتمد على ايه؟ تعتمد على الكونديشنز او تعتمد على الضغط اللي موجود ايه. ازيك يا دكتور محمد؟ عامل ايه الراجل ده حبيبي؟ بس ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ ماشي يا جماعه فهمنا دكتور؟ يا باشا عشان انا قول في المثال اللي فات لما قلنا ان الكونتينر بيكون مقفول، لما قلنا الكونتينر بيكون مقفول محكم غلط، فالفيبر بريشر بيفضل يزيد، يعني بيزيد يعني على طول، مش بيحاول يساوي لغايه ما يتساوي مع الضغط الخارجي. ما احنا قلنا لغايه ما يبقى ايكوال للاكسترنال بريشر، وقت ما هيبقى ايكوال هتقف العمليه كلها، ويبقى ده ماكسيمم بريشر اقدر اوصله. الكونتينر لما انفجر مش معنى صوتك واطي قوي مش سامع، مش عارف، قلت ان الكونتينر انفجر من كتر ما الفيبر بريشر بيفضل يزيد. انت دخلت المواضيع في بعض. الكونتينر اللي هينفجر ده الكونتينر المحكم الغلط مش المغلق. ارجع افهمك تاني حاجه تانية. لو انا بتكلم على الحله اللي في البيت، هل ده تقدر تعتبرها اناء مغلق؟ لا خلاص، انا مش ده اللي انا بتكلم فيه، انا بتكلم على اناء اللي انت بتقول ان هو مش هيغلي فيه وهينفجر، ده اناء محكم الغلق، لا بيحمي لا بيطلع ماتيريال، لا بيفقد ماتيريال ولا بيفقد انرجي، ولا ليه علاقه بالوسط الخارجي اساسا. يعني انا بتكلم على اللي هو مش مقفول اصلا واللي مقفول المقفول بالظبط كده، اللي هو النورمال بتاعنا اللي احنا بنتعامل فيه. معلش يا دكتور بس سؤال، هو احنا هنا في المقارنه ما بين ماده A و B لما كنا بنزود الفيبر بريشر كان البويلنج بوينت برضو بتزيد. حلو، ما هتزيد، بس انا ما بقارن بين الاثنين الماده A وماده B، مين في النهايه فيهم البويلنج بوينت بتاعته اعلى ومين الماده البويلنج بوينت بتاعته اقل؟ ما احنا اتفقنا ان كل مش كده، احنا بنقارن ما بين اتنين بويلنج بوينتس مش ما بين الفيبر بريشر. لا، انا دلوقتي بقول لك انا بقارن ايه العلاقه بين الفيبر بريشر والبويلنج بوينت، وما هي البويلنج بوينت؟ هي درجه الحراره اللي تساوي عندها الفيبر بريشر مع الضغط الخارجي. تمام، انا دلوقتي عندي درجه الحراره دي، فانا شفت معاك ما حصلش بويلنج. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا ابراهيم؟ ولا بويلنج ولا حاجه. فانا دلوقتي بقارن بين درجات الحراره دي ودرجه الحراره دي، انا عندي ليكويد في الظروف العاديه هيغلي امتى؟ اما يبقى الفيبر بريشر بتاعه ايكوال لكام؟ ل 1 اتموسفير. صح الكلام ده؟ صح. طيب انا ما وصلتش لسه ل 1 اتموسفير فبدات اسخن، فده اللي احنا بنتكلم فيه. فهمتني يا باشمهندسه ولا قلت تاني؟
ما برضو يعني ما احنا حضرتك قلت ان البولينج بوينت بتاعت كل ماده بتختلف، فاحنا بالحته دي احنا كده يعني اثبتنا ان هي بتختلف فعلا، فانا مش شايف ايه علاقتها بالفيبر بريشر، ان احنا عشان كده قلناها ان هي انفرس. لا انا دلوقتي الماده اللي هي عندك ماده بي دي، انا دلوقتي الفيبر بريشر بتاعها 0.8 في الظروف العاديه اللي احنا فيها دلوقتي. طيب انا عايزها تغلي، عشان تغلي يبقى لازم البريشر بتاعها يبقى كام؟ يبقى 1 اتموسفير. انا عشان اوصلها ل 1 اتموسفير انا محتاج ان انا اسخن، وكل ما اسخن الفيبر بريشر هيعلى، لكن هيعلى يحصل ايفابوريشن لكن مش هيحصل بويلنج. امتى حصل بويلنج؟ اما وصلت عند زي ما انت شايفه كده، وصلت عند كام؟ تمام فهمت، عند 60. انما الماده الثانيه انا فضلت اسخن اسخن ثاني اسخن ثالث لغايه ما وصلت عند كام؟ عند ال 120. يبقى كل ما كان الماده الفيبر بريشر بتاعها عالي من الاساس، كل ما ودرجه الغليان هيبقى بتاعها ايه؟ قليل. وبالتالي العلاقه بين الفيبر بريشر والبويلنج بوينت علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. شكرا يا دكتور. جاء عالم اسمه، احنا اتفقنا يا جماعه ان شاء الله اللي احنا بكره عندنا ميعاد الساعه 6، تمام؟ بكره ان شاء الله عندنا ميعاد الساعه 6 عشان نخلص الشابتر ده. نعم، يبقى خلاص نوقف هنا. سامع يعني نوقف هنا؟ ايه هو هنوقف هنا دلوقتي ونكمل بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله يا جماعه الساعه 6 هنخلص الشابتر، وهنزل لكم شابتر 3 كمان كفيديو تشوفوه خلال الاسبوع ده، وان شاء الله زي ما اتفقت معاكم الاسبوع الجاي هيبقى معاك دكتور علاء في المعمل في المحاضره بيجي. خلاص الفيديو يا دكتور اللي حضرتك هنزله هيبقى على ال ام اس، هنزل لك اللينك على ال ام اس، او هنزل لكم كمان على الجروب هنا على تيم. احنا بننزل لك الفايل فايل يا دكتور لو سمحت. نعم، حطه في الفايل مع المحاضرات اللي فاتت برضه. تمام دكتور. هو شابتر 1 في حاجات من الترم الاول اتلغت الترم ده؟ طبعا، لان الترم ده مش هنكمل في عدد الاسابيع اللي احنا خدناها الترم اللي فات. ما خدناش جرام، ولا خدنا الليكوفاكشن بتاع الجهاز ده اللي اتلغى في شابتر الجهاز. تمام يا دكتور. بالنسبه لللاب المره الجايه هيكون في 2 معمل صح؟ يعني هناخد معملين في مره واحده. هتاخد البيزك راتيكال كله. تمام، شوف الفيديو كويس يا جماعه. طب هو الاساينمنت نزل اللاب ده لازم يتحل؟ لا لا لا، ده هتجيبوه معاكوا عشان هتحلوه مع بعض مع المعيد، تتناقشوا معاه في المعمل. يعني اطبعه بس واروح بيه يوم المعمل. بالظبط، تقعد عشان يقعد يتناقش معاك هو فيه، لان هو ده امتحان الشيت اللي هيجي لك في الاخر. خلاص تمام، شكرا يا دكتور. العفو. بكره ان شاء الله يا جماعه 6 هنتقابل نخلص الشابتر ده، وانزل لك بقى بعديها شابتر الايه الشابتر 3، والدكتور علاء يكمل معاك بعد كده. انا موجود في الكليه 3 و4 و5 في اي وقت، اللي عنده اي سؤال طبعا انا موجود في المعمل زي ما تلاقوني موجود يعني ان شاء الله. طيب دكتور عايز يوم بكره الساعه 6 ده ميعادنا ميعاد المحاضره اصلا ولا ده يعني زياده؟ ميعاد زياده. ميعاد زياده. لا ده زياده. طيب تمام. خلاص ممكن حضرتك تضيفني على التيم؟ اضيفك على التيم؟ طب استنى كده قول لي، استنى هقول لك دلوقتي على طول هنا. دكتور حضرتك كمان 3 تبقى موجود الساعه كام؟ ثانية واحدة بس، موجود من الصبح، موجود طول اليوم. أنا دايما لما باجي بدري لغاية آخر اليوم. الأي دي بتاعك كام يا باشمهندس؟ 20 بي كام؟ 20 زيرو كام؟ طب معلش يا دكتور، طب استنى بس أدخل الراجل ده. الأي دي بتاعك كام؟ 20 زيرو. أيوة 1615. 1615. اسمك محمد هاني؟ خلاص ضيفتك. قول بقى اللي عايز يسأل. وانا كمان يا دكتور عايز اضيف على التيم. الاي دي بتاعك كام؟ 222.06. 222.06. دعاء. وانا يا دكتور. لا
انا مش نعم طبعا سامعين اللي هم بينادوني عشان الاجتماع ده مش في بنك والله انا في الكليه سامعين والله طيب بكره ان شاء الله الساعه 6 يا جماعه هقعد معاكم واخلص معاكم الشابتر ده وبعد كده ممكن يعني تباعا بقى انا موجود 3 و4 و5 زي ما اتفقنا في المعمل اللي عنده اي سؤال يجي يساله ما فيش اي مشكله هيجي لكم الدكتور علاء الدكتور علاء بصراحه من الناس اللي هو يعتبر احسن مني يعني فان شاء الله انتوا حظكم حلو يعني شوفوا بقى ان شاء الله بكره الساعه 6 ان شاء الله اهم حاجه الناس يا جماعه الناس اللي عندها معمل فردي الاسبوع ده تحضر المعمل الاول تبص على الفيديو عشان تحضر بيه المعمل تمام اوكي يلا سلام عليكم وعليكم السلام